السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا جارس في مكتبة أوتو باي. بسم الله الرحمن الرحيم. سوي استيراد واستجابة لمكتبة أوتو باي. أوتو باي دوت. الآن راح نشرح فرع الكلر، تمام، الخاص بالألوان. أول جالة اللي هي هيكس 2 ار جي بي، هذه تحول لك رقم اللون إلى رقم أحمر وأخضر وأزرق، تمام، سواء كان رقم جسمل أو هكسا جسمل. طيب نعطي هاي رقم بهذا الشكل، أعطتني هذا اللون، وأيضا نقدر نعطيها هكسا جسمل. عندنا جلة هكس راح تحوله إلى هكسا جسمل، سوي له كوبي بهذا الشكل، لا تحط هنا سترينج، حطه بهذا الشكل، تمام، انتر، راح تعطيك نفس الالوان. طيب هذه هي الجالة الاولى، ننتقل للجالة الاخرى color dot RGB. هذه تحول لك الالوان من red green blue، من احمر اخضر ازرق الى hexadecimal او رقم عادي، تمام. نعطيها الالوان، هذه هي، نعطيها اللون الاول راح يكون احمر، تمام، مثل ما فاصله. اللون الثاني اخضر، مثل ما فاصله. اللون الثالث ازرق، انتر، اعطتني الرقم هذا هو. لكن ليه طلع لي بهذا الشكل وبهذا الرقم؟ ما ادري الصراحه ليه طلع لي بهذا الشكل. نرجع نحط النقطة من جديد بهذا الشكل، نفس الرقم. ممكن هذا الرقم أيضا يحمل نفس هذا اللون، تمام، فبنحوله من هكس جسمل أو من رقم عادي إلى RGB. نعم نفس اللون، هذا الرقم يحمل هذا اللون. طيب أنا لما حطيت الرقم هنا، أنا حطيته من عقلي كذا، ممكن يكون خاطئ ممكن يكون صحيح، لكن هذا هو الرقم الخاص بهذا اللون، تمام. طيب هذه هي وظيفة RGB to Hex، تحول لك اللون من Red Green Blue إلى Hexadecimal، تمام، أو تعطيك رقم عادي زي ما عطتنا هنا. ووظيفة Hex to RGB تحول لك الرقم من رقم عادي إلى أحمر أخضر أزرق، او من رقم هكس جسمال الى احمر اخضر ازرق، تمام. فقط هذا كان كل شيء، والى اللقاء.